اليوم في المخدرات مثلا اللي هي ظاهرة كبيرة يعني تحاول أن تمتد، تأتي من الأرجنتين إلى عرسال، تنتقل عبر سوريا، تدخل العراق وتؤسس لنفسها في العراق شبكات مخدرات. اليوم منافذنا مفتوحة ومشرعة ويجلب هذه المخدرات، بالتأكيد ما يكون من مناطق يعني سنية، يخاف ما يقدر هذا مسنود، عنده هويات، عنده عجلات وعنده إمكانية وعنده ناس ساندي، ولذلك بدأ يجلب المخدرات لين يحصل أموال. القضية المخدرات بها أموال طائلة.